بالنسبة للمنتجات الزراعية أو حصاد هذه الأرض المستصلحة يا فندم، البعض يعني بيعتقد أنه المحاصيل اللي بتخرج من الأراضي المستصلحة مش بنفس جودة المحاصيل الزراعية اللي بتزرع في الأراضي الطينية. هل ده صحيح ولا لأ؟ هل في فرق فعلا في الجودة ولا لأ؟ تمام، انا سيادتك هنفرق بين حاجتين، بين الانتاجيه بتاعه الاراضي الجديده وبين جوده المنتجات. طبعا الاراضي الجديده بتتمتع بجوده عاليه في المنتجات الزراعيه لانها اراضي لسه بكر، لسه لم تلوث، وبنستخدم فيها الاساليب الزراعيه الحديثه، سواء في الزراعه العضويه، اسمده حيويه، وسائل ري حديثه. كل هذه التكنولوجيات الحديثه بتساعد بشكل كبير على يعني تحسين الانتاجيه وتحسين الجوده، وده انعكس بشكل رئيسي في الفتره الاخيره. احنا يعني صادراتنا الزراعيه كانت 2014 بنتكلم في 4.3 مليون طن، احنا دلوقتي تجاوزنا 7 مليون طن. فده جه منين؟ عندك زياده انتاج، والانتاج ده جاي من الاراضي القديمه والاراضي الجديده وبشكل اكبر من الاراضي الجديده، وجوده المنتجات في نفس التوقيت. وسيادتك دلوقتي يعني الاستصلاح الاراضي او الانتاج الزراعي ده بقى محتاج بيئه، مش مهم يعني التربه بشكل رئيسي وحاجات زي كده، لا انا محتاج بيئه معينه اوفر فيها كل العناصر الغذائيه، اوفر فيها المياه بشكل جيد، التكنولوجيات الحديثه والمنظمات الزراعيه الجيده بتعطي انتاجيه عاليه وبتعطي جوده عاليه في نفس الوقت. ده يخلينا نتكلم عن الخريطه الصنفيه دكتور. تمام. واهميتها والاصناف الجديده اللي بيتم استنباطها من محاصيل كتيره زي محصول القمح مثلا. تمام. وسيادتك بالنسبه للخريطه الصنفيه عاوزين يعني نفرق بين حاجتين برضه، ان احنا انتجنا اصناف جديده عاليه الانتاجيه من محصول القمح. يعني بعض الاصناف عندنا في الحمد لله في كل الانشاديه، وبعض لدى ايضا بعض المزارعين بيجيب حوالي 27 28 عدد في الفدان. الفدان متوسط الجمهوريه بنتكلم في 18 20 اردب. فلك انت تخيل بس الاصناف الجديده اللي احنا بننتجها في الفتره الاخيره، بننتجها مركز بحوث الزراعيه، وعشان برضك الناس تبقى عارفه، عشان انتج صنف جديد بياخد مش اقل من 10 سنوات تجارب، وعشان يكون افضل من الصنف اللي قبل منه ويكون مقاوم للبيئه ومقاوم للامراض ويعطي انتاجيه عاليه ويستمر في الانتاجيه لمده عده سنوات. في بقى الخريطه الصنفيه زي ما حضراتكم عارفين ان احنا بنزرع مثلا القمح ده على مستوى جميع جمهوريه مصر العربيه، لكن كل منطقه ليها طبيعه معينه بيجود فيها اصناف معينه، التربه بتاعتها لها سمات معينه، الصرف، درجه الحراره زي ما سيادتك قلت، المياه الموجوده فيها وحاجات زي كده. فاحنا بنحاول ننشر خريطه صنفيه اللي بتجود في كل منطقه، فكل محافظه بدل ما تزرع 20 صنف لا ممكن تركز بس في ثلاث اربع اصناف هم اللي بيعطوا فيها اعلى انتاجيه، واللي بنزرعه هنا في وجه ايه بحري ممكن ما يجودوش بنفس الجوده في وجه قبلي والعكس. برضك هذه بنلاحظ من راعي في الخريطه الصنفيه اللي تعطي انتاجيه عاليه، تكون مقاومه للامراض والافات وتتحمل التغيرات المناخيه. ومجرد بس ان احنا نعمل اعاده الخريطه الصنفيه ونتوسع في الاصناف الجديده اللي هي بتجود ونخفض اللي هي الاصناف اللي اقل جوده وحاجات زي دوت، ممكن يعني نرفع نسبه الاكتفاء الذاتي بنسبه كبيره، يعني ممكن دي توفر بس تزود الانتاجيه مش اقل من 20% والانتاج الكلي على مستوى جمهوريه مصر العربيه من الخريطه الصنفيه بس لوحدها.